السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ هنبدأ النهاردة ان شاء الله نشرح اول سكاشن البارا في موديول الجي اي تي. احنا عندنا سكشنين بارا والاتنين في البي دي اف اللي انا بشرح منه ده، يعني هما منزلين البي دي اف في سكشنين، لان زي ما احنا عارفين ان سكاشن البارا بتبقى الصور فيها او السلايدز فيها بتبقى قليلة، وده له ميزة وعيب حسب ضميرك. والله لو ضميرك ميت فانت هت ايه، او انت بتموته فانت خلاص هتذاكر الكام سلايد دول، تعرف الكام صورة وتدخل الامتحان وانت ايه مقنع نفسك ان انت كده مذاكر السكشن. اما لو ضميرك صاحي فانت عارف اكيد ان قسم البارة ما بيعتمدش بس على الصور اللي هو حاططها في العملي، ولكن بيجيب معلومات نظري، يحط صورة من اللي هو جايبهم ويسأل عليها من النظري. والحمد لله ان احنا ان شاء الله في الامتحان بتاع العملي ده هنكون قبلها مذاكرين النظري بتاع البلوك، فانت هتراجع بس على السكشن والصور وانت هتحل ان شاء الله بمعلوماتك من النظري. وفي ناس هتبقى محظوظة وهيجيلها بس من الصور، بس احنا لازم ايه ما نعطيش الامان يعني للكلية كده وايه ونذاكر. هنشرح ان شاء الله الحاجات، يعني نبص على الصور معانا النهاردة، وبعدين ايه نشرح يعني الكلام المرتبط بيها في النظري او نفتكره كده مع بعض. هنشرح ايه كده الاول، بس بيعرفك الباراسيتولوجي ده عبارة عن ايه، او ايه اللي احنا بندرسه جوه القسم ده. بيقولك انا عندي انواع البارازايتس بيتقسموا لتلات اقسام كبار. اول قسم هو اسمه الهلمنسز اللي هي الديدان، تاني قسم البروتوزوا اللي هي الاوليات اللي هي فيها خليه ونيوكلياي وفيها شويه ايه اورجانيلز كده جوه الخليه، وتالت قسم معانا الارثروبودز، وده مش هناخد عنه اي حاجه السنه دي لان احنا اخدناه السنه اللي فاتت وخلصناه. الارثروبودز اللي هو المفصليات اللي خدنا فيها الحشرات، الناموس والدبان والبراغيث والبق وكل الحاجات دي اخدناها السنه اللي فاتت، واخدنا الميزس في الاخر اللي هي التدويد، ده كلام سمعنا عنه السنه اللي فاتت ومش هنتكلم فيه السنه دي، هنتكلم بس في الهلمنسز والبروتوزوا. هناخد من البروتوزوا ثلاثة بروتوزوا. هناخد انتاميبا و انتاميبا وجيارديا وايه كريبتوسبوريديا، دول هناخدهم من ايه البروتوزوا. الهلمنسز بقى احنا عارفين ان الديدان بتنقسم لثلاث اقسام برضو، واحده اسمها تريماتود والسيستود والنيماتود اللي هي الشريطيه والمفلطحه ولا الشريطيه والاسطوانيه اللي احنا عارفينه. يبقى تريماتود سيستود و ايه نيماتود. النيماتود دي اللي احنا بدانا بيها المنهج، خدنا اول اربعه برازايت الاسكارز الانتروبياس الانكليستوما والسترونجولويد. السيستود خدنا منها واحده بس الهايمينو لبس نانا. التريماتود هناخد منها الفاشيولا هيتروفس والشيستزوم. كل واحد من دول عندك هنا له صورتين هنتكلم عنه كلمتين من النظري وايه هنخلص بسرعة ان شاء الله. ناخد كده اول واحد معانا، وهم ماشيينهم بترتيب الايه المحاضرات. كنا بدأنا بالاسكارز لامبركويدز، وقلنا ان الاسكارز لامبركويدز ده هي جاينت انتستنال راوند وورم اللي هي عملاقة دودة عملاقة من ايه الديدان الاسطواني. اسكارز لامبركويد كنا عارفين ان عيلة التريماتود او النيماتود بتبقى يونيسيكشوال، يعني فيها ميل وفيميل، مش يعني هلاقي الميل والفيميل منفصلين. الميل كان فيها حوالي 15 ل 20 سنتي، والفيميل كانت اطول منه 20 ل 40. كان واحد منهم ديله ملفوف، طبعا احنا عارفين مين اللي بيبقى ديله ملفوف، اكيد الميل. يبقى الميل هو اللي هيبقى curved end، انما الفيميل straight، حاجة معروفة يعني الفيميل بتبقى straight دايما. يبقى الاسكارز adult نعرف اول حاجة الصورة اللي معانا الاولى دي فيها الميل والفيميل. هعرف الفيميل ازاي؟ الحلوة اللي ديلها straight ده، الفيميل في اي حتة straight، على عكس مثلا الميل شوفوا كيرفد اند، كيرفد اند ده الصوره دي لو جابها لك مين الاسكارز لامبريكويد ميل وفيميل، واحنا عارفين مين الميل ومين الفيميل، والميل قصير الفيميل اطول منه.
كان ايه حكاية الاسكاريز لامبركويدز دي؟ كان عندي منها ثلاثة اجز بينزلوا في الستول، واحدة اسمها فيرتلايزد اج، التانية انفيرتلايزد اج، والتالتة دي كورتيكويد اج او دي كورتيكيتد اج. الفيرتلايزد اج بتكون عليها طبقة كده من الماميليشن، في عليها تعريق كده انت شايفها اكيد، دي مين؟ الفيرتلايزد اج. يبقى دي الاسكاريز اج فيرتلايزد، على عكس مثلا الانفيرتلايزد هتلاقيها برضو عليها ماميليشن، انت حاسس ان انت شايف في حاجات كده بره السطح، ولكن شكلها اطول من الفيرتلايزد، شكلها اطول. يبقى دي الانفيرتلايزد. طب التالتة اللي هي ديكورتيكيتد، ديكورتيكيتد يعني بقت مفهاش بقت ملساء كده من بره، نو ماميليتد لير، ما عادش عليها ايه ماميليشن. هعرفها كمان، يبقى هي ايه unfertilized egg، ايه قصدي decorticated egg. يبقى قلنا دي مين؟ المدورة دي واللي فيها mammillation fertilized egg، اللي عليها mammillation كده وطويلة unfertilized، سوري، انما اللي معلهاش mammillation وانت حاسس ان انت شايف هنا حاجات طالعة، بس هي مش mammillation على فكرة، انت لو شفت mammillation هنا كده حاجة مرتفعة، انما ده لو شفتها لا، ده هي من الطبقة بتاعة الاج عادي. يبقى دي ايه؟ الديكورتيكيتد اج. طب نعرف ايه عن الاسكاريز لامبركويد؟ اول حاجة هي بتيجي من ايه؟ المود اوف الانفكشن، هي بتيجي ان انت اكلت شربت او اكلت حاجة ملوثة بالاج، وانهي اج؟ الاجز كونتيننج سكند ستيج رابتيتي فورم لارف. يعني ايه؟ مش فاهم. اول حاجه نزل عندي ستول، عندي الاج في الستول، نزل عندي اج في الستول، الاج دي وصلت للسويل في وجود تمبريتشر معينه ومناخ مناسب واكسجين والسويل مناسبه، بتبدا الاج تتحول او قلبها يبقى فيه ربديتي فورم لارف. يبقى الاج نزلت في الستول في الظروف المناسبه، الاج بدا يطلع فيها ربديتي فورم لارف. الكلام ده بيحصل بعد اسبوعين من نزول الاج في السويل. بعد اسبوع كمان بتبدا الربديتي فورم لارفا تتحول للسكند ستيج ربديتي فورم لارف. يبقى اول حاجه الشخص نزل اج في الستول بتاعه ووصل للسويل، السويل عشان فيه المناخ مناسب او البيئه المناسبه للاج اتحولت لي او بقى في قلبها ربديتي فورم لارف، كونت في قلبها ربديتي فورم لارف. ده بعد اسبوعين. بعد اسبوع كمان اتحولت للسكند ستيج ربديتي فورم لارفا. بعد كده السكند ستيج ربديتي فورم لارفا ده الانفكتيف ستيج، هيبدا الشخص شخص تاني ياخد السكند ستيج ربديتي فورم لارفا ويتعدى بيها. دخلت الايج اللي فيها سكند ستيج ربديتي فورم لارفا ده، دخلت ووصلت للانتستين. بعد كده الربديتي فورم لارفا دي هتبدا تخترق الانتستينال وول وتدخل للسيركيوليشن. تدخل فين؟ للسيركيوليشن. السيركيوليشن هيشيلها لحد ما توصل للرايت سايد اوف ذا هارت. بالمناسبه انت مش محتاج تكتب اي حاجه من اللي انا بقولها، لانه هو عندك في النظر يا مجرد، بس بفكرك بالكلام. بعد كده وصلت للرايت سايد اوف الهارت، هيبعتها لللونج طبيعي يعني. بعد كده هتدخل في البالموناري كابيلاريز. في الاخر خالص هتوصل للماوث او هتوصل للاسوفيجاس وتنزل تاني لفين؟ تنزل تاني تمشي المسار الطبيعي بتاع الجي اي تي لحد ما توصل للسمول انتستين، وهناك هيتحول السكند ستيج ربتيتي فورم لارفا ده الايج لادلت. يبقى والادلت هيطلع ايجز، والاكس دي هتنزل في الستول، فالانفكتيف ستيج هيبقى مين؟ هيبقى انفكتيف ستيج اللي الراجل اكله، هيبقى السكند ايج كونتيننج سكند ستيج ربديتي فورم لارفا. الدايجنوستيك ستيج اكس نازله في الستول، مش بس الاكس، ممكن ينزل عندي شويه الايج ممكن يعمل يحصل لها هاتش وتنزل لارفا، ممكن تعمل ينزل شويه ادلت
وده احنا فعلا بيحصل ان مثلا الاسكاريز لامبركويد ده تنزل من الانس، وكمان بتطلع، ممكن تطلع من الماوث، ممكن تطلع من الاير، ممكن تطلع من النوز، من كتر ما هي طويله ممكن تطلع من اي فتحه من الجسم. يبقى الدايجنوستيك ستيج ايج لارفيتد ايج لارفا ادلت، كل الحاجات دي ممكن تبقى ايه سكند اللي هي دايجنوستيك ستيج. يبقى المود اوف الانفكشن ان انا اكلت حاجه ملوثه بالايه لارفيتد او السكند ستيج رابديتي فورم لارفا. طبعا وهي بتعدي بتعمل لوفلرز سيندروم، اما بتوصل لللونج بتعمل لوفلرز سيندروم او نيومونايتس، وده بيبقى مشهور بالكف والايه والاسبيوتم والحاجات اللي احنا عارفينها. من الحاجات اللي هي بتعملها بقى، بما ان بقول لك ده بيبقى بشوف طولها وهي جاينت بارازايت ومش عارفه ايه، فممكن ان هي الادلت بتاعها وهي موجوده في الانتستين ممكن تعمل انتستينال اوبستراكشن، ممكن تسد الانتستين. ده لو هيفي انفكشن، لو في عدد كبير من الادلت ممكن ان هي تعمل انتستينال اوبستراكشن، ممكن توصل للابندكس تعمل ابنديسايتس، ممكن تعمل حاجات كتير. بعد كده اشخصها ازاي؟ طبعا بالاج اللي نازل في الاستول او اللارفا او الحاجات اللي احنا قلناها. كمان في الراديولوجي بتاعها مهمه قوي، ان انا ادي للشخص باريوم ميل، وعشان الباريوم ميل ده علشان اشوف هعمل اشعه بقى على الانتستين، هشوف حاجه اسمها سترينج ساين. السترينج ساين ده هشوف حته من الانتستين كده عامله شبه الايه، يعني شبه الخيط، شبه الخيط بسبب مين؟ بسبب اسمها ايه دي اللي هي الادلت بتاعها. يبقى السترينج ساين مميز للاسكاريز لامبركويد. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاسكاريز لامبركويد بشكل عام. اهم حاجه عندنا بقى هنا نشوف ايه الصور دي، الاسكاريز لامبركويد في ميل وايه وميل، تمام. الاسكاريز ايج، بس انهي نوع من الايج؟ لقيت ماميليشن وما هياش طويله يبقى هي الاسكاريز ايج فيرتلايز. نشوف كده هنا، انا شايف في الاول هتتخدع وتحس ان هي ماميليشن، تيجي تبص تلاقيها طبقه عاديه ما فيش اي ماميليشن، ما فيش اي خروج او بروز عن السطح بايه ماميليشن، يبقى ايه دي كورتيكيتد. هنا لقيت في ماميليشن وطولت، يبقى مين؟ الانفيرتلايزد ايج. ده بالنسبه لمين؟ الاسكاريز لامبركويد. بعد كده تاني واحده عندنا الانتروبيوس فيرميكولاريز. الانتروبيوس فيرميكولاريز ده دوده مشهوره جدا ومعظم الامهات تعرفها، ان ما كانش كل الامهات تعرفها. اسمها التاني اوكسيوريوس او بين وورم، اللي هي الدوده الدبوسيه. الدوده الدبوسيه لان الفيميل بتاعها شبه الدبوس بالظبط، الفيميل بتاعها شفت الحرف بتاعها دبوس فعلا، شوف الحرف تحسه ايه شبه الدبوس. ما زلنا بنتكلم على النيماتود، والنيماتود احنا عارفين ان هم ميل وفي ميل، فهي لها ميل وفي ميل. الميل بتاعها برضو كيرفد اند، طبعا احنا خلاص اتعودنا ان الميل بيبقى ايه كيرفد اند، انما الفيميل بتبقى شبه الدبوس بوينتد تيل، شارب بوينتد تيل، يعني رفيع قوي وايه وشارب كده. في كمان حاجة مشهورة في الانتروبيوس فيرميكولاريز ان هي فيها تو وينجز، حاجة كده شبه الوينج، شبه الاجنحة زي ما انت شايفها، بتظهر في الانتيريور اند. يبقى في عندها ايه تو وينجز لايك اكسبانشن، تو وينجز شبه الجناحين، دي الانتروبيوس انتيريور اند. يبقى احنا خدنا الوقت ثلاث صور، انتروبيوس ميل، ومش هتلخبط ما بينها وما بين الاسكارز لان الاسكارز اسطوانية، يبقى دي الميل وده الفيميل، ومش هتلخبط ابدا في الفيميل علشان ايه تبرنج اند اللي في اخرها ده اللي هو شبه الدبوس. وهنا اول ما اشوف ده هعرف ان هو الانتروبيوس انتيريور اند. ايه فكرة الانتروبيوس؟ الانتروبيوس دي دودة ايه قصدي اج نزلت في الاستول، وبعد كده حصل ايه او ما نزلتش، يعني نزلت وانا كلت اكل ملوث بالدودة دي، تمام. دي اول مود اوف الانفكشن. تاني حاجة ممكن الشخص، هي مشهورة جدا ما بين الاطفال،
فممكن الشخص يعدي نفسه، خصوصا ان هو طفل لسه النظافه عنده مش قد كده، فممكن وخصوصا ان هي بتعمل هرش جامد في الانس، فممكن ان هو يهرش وما يغسلش ايده، فالدوده او البيض يتشال على الضوافر بتاعته ويرجع ياكل، فايه يحصل له اوتو انفكشن. ممكن كمان يحصل ريترو انفكشن. ريترو انفكشن ان الاج تخرج ويحصل لها هاتشنج في البري انال ريجون، وبعد كده تعمل مايجريشن تاني، تدخل تاني، هتدخل من الانس للريكتم للسيكم، وايه وتبدا ان هي تطلع. يبقى لا اما اعمل انجيشن للاجز بكونتامينيتد فود او درينك، لا اما اوتو انفكشن الطفل ده عدى نفسه، لا اما الريترو انفكشن، لا اما حاجه اسمها اير بورن انفكشن. يعني ايه اير بورن انفكشن؟ الطفل ده كان نايم على السرير مش عارفه ايه، بعدين قام بينفضه وطبعا نزل اج منه على السرير، جينا ننفض السرير او من ايده، بعدين طارت الاج بتاعتها، لان بتبقى اج صغيره، فممكن ان انا اعمل اير بورن يعني اشمها فيبدا ايه يحصل لي انفكشن بيها. الاج بتاعت الانتروبيوس مميزه قوي ان هي عليها حاجه اسمها البيومينوس ستيكي لاير. البيومينوس ستيكي لاير، ستيكي لاير حاجه كده ملزقه بتبقى موجوده على الاج بتاعتها، فالاج دي انا بقول بتخرج مع في الانس، او يعني ايه بتعمل هرش عند الانس، فتبدا الاج دي تبدا تاكل الطفل، وخصوصا بالستيكي لاير اللي عليها دي، فيبدا الطفل يهرش، ومن هنا جه الهرش. بتعمل ايه بقى الانتروبيوس فيرميكولاريز؟ والله بتعمل حاجات كتير. اول حاجه لوكال اريتيشن وديسكومفورت، تيجي الام تقول لك انا الواد بيصحى بالليل بيعيط وبيهرش وحاسس ان هو مش مرتاح، ويقول لي في حاجه بتاكلني. لو هي بنت كمان بيحصل لها يعني انفلاميشن في الفاجينا وانفلاميشن في الفالوبيان تيوب. انفلاميشن في الفاجينا اسمها فاجينايتس، في الفالوبيان تيوب اسمها سالبينجايتس. يبقى لو بنت هيحصلها فاجينايتس وسالبينجايتس ولوكال انفكشن، وكمان يحصل حاجة مميزة او اسمها بروريتس ايناي. بروريتس ايناي دي ان الطفل يحصل له هرش وقت الليل، يصحى بالليل يهرش، نتيجة ان الانتروبيوس فيرميكولاريس دي بتحب بالليل او ان هي تخرج وتتمشى كده، بتحب بالليل. نوكتيرنال مايجريشن، يبقى بسبب النوكتيرنال مايجريشن بيحصل بروريتس ايناي، بسبب الستيكي ماتيريال اللي حوالين الاج ده بيبدا يلزق في الطفل يهرش. كمان سكين سنسيتايزيشن بالورم، يعني الاج محطوطه هنا ممكن ان هي يحصل لها رابشر، فيبدا ايه يبدا يحصل سنسيتايزيشن للسكين، السكين يتحسس منها. ده كله بيعمل البروريتس ايناي اللي هو الطفل يهرش بالليل. تمام، اشخصها ازاي؟ بص، اهم تشخيص على الاطلاق اللي هي البيري انال سواب، والبيري انال سواب دي جات لنا في الامتحان بتاعه الكونتينوس. البيري انال سواب لان انا بقول هي بتخرج في الانس او بتبقى موجوده بتلزق عند الانس، فانا ممكن ان انا الصبح كده قبل ما الطفل يدخل التويلت ولا يعمل ديفيكيشن يحصل، اخد له سواب من المنطقه واعمل لها اكزامينيشن. يبقى كده احنا اتكلمنا كمان على الانتروبيوس فيرميكولاريس. نشوف بقى اهو الانفكتيف ستيج، قلت هتعدى بايه؟ لاما هاكل الاج، لاما الاج ده هتطير من على السرير بتاع الولد فانا هشمها، لاما الولد هيعدي نفسه هياخد الاج في ضوافره ويرجع يحط ياكل حاجه بايده. كل الحاجات دي هيبقى ايه الانفكتيف ستيج؟ هو الاج. دايجنوستيك ستيج الاجز، بس اهم حاجه البيري انال سواب. طبعا احنا قلنا ده الانتروبيوس ميل وده الانتروبيوس فيميل، البن وور، وهنا قلنا الانتيريور اند بتاعه الانتروبيوس عشان الوينجز اللي احنا قلنا عليها دي، وهنا قلنا مين الاج بقى. زي ما انتم شايفين في طبقه عليها اهي، دي الاستيكي لاير. الاستيكي لاير دي الاج بتاعه الانتروبيوس. انتروبيوس كده خلصنا الانتروبيوس. ندخل على تالت واحده، الانكلستوما ديودينان. ايه حكايه الانكلستوما؟ ما زلنا برضو في النيماتود اللي فيها ميل وفيميل. الانكلستوما عندها حاجه اسمها بقل كبسول، شايف انت البق بتاعها دي، عيله النيماتود فيها بقل كبسول.
البقل ده هو او البق بتاعها ده هو بيساعدها بالاسنان اللي فيه ان هي تمسك في الانتستن بالاسنان دي، طول ما هي ماسكه عماله تجرح في الانتستن. فالانكلستوما ديودينال من الحاجات المشهوره اللي هي بتعملها، بتعمل انيميا. ليه انيميا؟ لان زي ما انت شايف الاسنان بتاعتها دي بتمسك في جدار الانتستين بيها وتبدا ان هي ايه تجرح فيه، فبالتالي ينزل او يحصل بلاد لوس، وحاجه كرونيك طول ما انا ما عالجتهاش هتفضل كرونيك. والانيميا في النوع دي في النوع ده بتكون ايه؟ بتكون ايرن ديفيشنسي انيميا، واحنا عارفين ان الايرن ديفيشنسي انيميا دي بتكون هايبوكروميك ايه مايكروسيتيك. هي اسمها انكلستوما ديودينال، هيجي في الامتحان يسألك يقولك موجودة فين، انت ببديهتك كده هتقوم رايح قايل ديودينام، ولكن دي كانت تسمية قديمة وهما ما غيروهاش، هي الهابيتات بتاعها الجيجينام. ودي حتة مهمة ان نعرف ان الانكلستوما ديودينال المكان او الهابيتات بتاعها مكان المعيشة بتاعتها فين، في الجيجينام. الاج بتاعتها بتكون مميزة قوي بايه؟ بالاماتيور اوفم اللي فيها، ده الاماتيور اوفم اللي فيها ده ايه مميز قوي في الايج بتاع الانكلستوما ديودينال. وكمان في عندنا هنا اهو امتي سبيس، امتي سبيس ما بين الايه الكونتنت اند الشيل، ما بين ما بين الغطا والاماتيور ايه اوفم، في عندي هنا سبيس. يبقى الايج اللي انا اشوف فيها حاجات كده اماتيور اوفم دول هتبقى الايج بتاعت مين؟ الانكلستوما ديودينال. الهابيتات بتاعها فين؟ في الجيجنم. طب بتعمل بينتريشن لجسم الانسان او بتدخل جسم الانسان ازاي؟ والله في اج موجودة نزلت في الاسطول، دايما بنبدأ الموضوع بكده وخصوصا احنا بنتكلم في جي اي تي، يعني اج نزلت في الاسطول. الاج دي وهي موجودة في الاسطول بتتحول او بيبقى فيها يعني بتتكون فيها رابديتي فورم لارفا. الرابديتي فورم لارفا تبدأ ان هي تخرج تتحول لفلاري فورم لارفا. الفلاري فورم لارفا دي بقى هي اللي هتدخل او هتعمل بينتريشن لجسم الانسان. الفلاري فورم لارفا هتروح تخترق، انت ماشي على الارض سيادتك مش مدي اخوانا وماشي على الارض حافي في مكان فيه الفلاري فورم لارفا، تقوم تعمل بينتريشن للسكن بتاع حضرتك. طبعا انت ماشي على ايدك ماشي على رجلك عذرا، قاعد وحاطط ايدك جنبك في الباتوكس، كل الحاجات دي ملامسه للارض، فممكن هي يعمل منها ايه الفلاري فورم لارفا تعمل بنتريشن وتدخل منها. عملت بنتريشن هتروح للسيركيوليشن، هتروح للرايت هارت للرايت سايد اوف الهارت، بعد كده الرايت سايد اوف الهارت يوديها لللنج، واللنج توديها للكابيلاريز تخرج. الطريق ده احنا عارفينه. بعد كده بعد ما راحت قلنا وصلت لفين؟ للكابيلاريز. الكابيلاريز هتوديها تطلعها تروح لحد مثلا الفارنكس، بعد كده الفارنكس يرجعها تاني في الجي اي تي، تمشي لحد السمول انتستين وهناك يحصل لها الهابيتات بتاعها. تمام، تروح بقى في الهابيتات بتاعها اللي هو الجيجنوم، زي ما قلنا تعمل ايه؟ تعمل الكرونيك ايرن ديفيشنسي انيميا، هايبوكروميك مايكروسيتيك بلاد لوس انيميا. كمان بدل دخلت اللانج وقلنا فيها اللانج، يبقى تعمل لوفلرز سندروم اللي هي النيومونايتس، ودي تاني واحده بتعمل لوفلر سندروم في اللي احنا قلناه. واحنا قلنا اول واحده مين؟ اللي هي الاسكاريز، تاني واحده اهو الانكلستوما ديودينال. كمان بما انها دخلت اخترقت الجلد فتعمل ايه؟ جراوند ايتش، هرش، تعمل ديرماتايتس، تعمل التهاب في الجلد مكان دخولها، يبقى ده جراوند ايتش عملت واللوفلرز سندروم، وعملت كمان كرونيك ايرن ديفيشنسي انيميا، ودي اهم حاجه بتعملها الانكلستوما ديودينال، وقلنا ليه؟ عشان الاسنان او البقه الكبسول اللي عندها. هشخصها ازاي؟ هشخصها بالاج اللي بتنزل في الاسطول. تمام، يبقى نقول كده بقى الكلمتين دول او الانفكتيف ستيج بتاعنا، قلنا الفلاري فورم لارفا، الفلاري فورم لارفا بتعمل بنتريشن للسكن. دايجنوستيك ستيج الاجز ان الاسطول، نشوف الصورتين انكلستوما انتيريور اند، انكلستوما هعرفها من الايه؟ من البقه بتاع الكبسول بتاعها. انكلستوما دي الاج بتاعه الانكلستوما هعرفها من الاماتيور ايه اوفم، وفي ما في هنا ايه كده مكان فاضي ما بين الشلوي الاماتيور اوفم.
هنراجع ان شاء الله في الاخر كده الصور مع بعض بحيث ان احنا نفتكرهم. بعد كده السترونج اللويد، السترونج اللويد ده برضو ما زلنا في عائلة مين؟ النيماتود. ايه حكاية السترونج اللويد ده؟ السترونج اللويد بيحصل لي انفكتيف انفكشن بيه بالايه، فيلاري فورم الارفة، شبه مين اللي احنا لسه قايلينها الوقت اهو، شبه السترونج اللويد. هيحصل لي انفكشن ازاي بالفيلاري فورم الارفة؟ الفيلاري فورم الارفة متخصصة في البينيتريشن بتاع السكين. انت مشيت برضو على الصويل فيها الفيلاري فورم الارفة، حصل ايه؟ حصل بينيتريشن للسكين بتاعك. ممكن كمان يحصل اوتو انفكشن، ممكن في الـ في الـ في الانكل ستوما او في السترونج اللويد يحصل ايه؟ اوتو انفكشن. عملت دخلت جوه، احنا عارفين الطريق اللي بتمشي فيه، تروح لللنج، تروح قصدي للرايت هاي، الرايت سايد اوف الهارت، يوديها لللنج، الرايت اللنج يوديها للكابيلاريز، الكابيلاريز توديها للفارنكس، تنزل تروح فين؟ تروح في السمول انتستين، في المكان بتاعه. ولكن البارازايت ده بتاع الاسترونجولويد في حاجه مختلفه، ان هو فاكاليتيف بارازايت، هو الوحيد معانا في المنهج بتاع ده كله بتاع الجي اي تي اللي فاكاليتيف بارازايت. يعني ايه فاكاليتيف بارازايت؟ يعني والله لو انا قاعد بره كده والظروف مناسبه، مش عمري ما هفكر ان انا ادخل جوه جسم الانسان. خلاص انا الظروف مناسبه بالنسبه لي، هعيش وهكون الادلت وهتحول يعني هعيش حياتي بره. لقيت الظروف حصل فيها اي تغيير، لا بقى ادخل جسم الانسان واعمل الطريقه او اعمل الطريق اللي انا قلته ده كله. يبقى طول ما هو الظروف مناسبه بره قاعد بره. يبقى الفاكاليتيتيف بارازايت السترونجلويدز الوحيد اللي عندنا في الجي اي تي اللي هو فاكاليتيتيف بارازايت. تمام، ده الصوره بتاعه السترونجلويد اج ومين والارف. اج الاج بتاعتها ها، وايه واللارفا. يبقى جاب لك صوره كده فيها الاثنين، يبقى مين السترونج اللويد؟ اج ولارفا، اج ولارفا. طبعا بما انها عملت سكين بينتريشن يبقى هتعمل ايه؟ هتعمل ديرماتايتس او هتعمل سكين ليجن. كمان احنا قلنا ان هي بتعمل بتروح بينتريشن وبعدين بتروح لللونج، فده يعمل لوفلرز سيندروم او نيومانايتس. تالت واحده معانا، فاحنا قلنا تلاتة بيعملوا دلوقتي نيومانايتس او لوفلرز سيندروم. اول واحده خالص اللي كانت اسمها اسكارز، تالت واحده انكلستوما، ودي اللي هي مين اللي هي كان اسمها ايه اللي هي سترونجلويد. بعد كده يبقى احنا عرفنا الصوره بتاعتها، هيجيب لك الصوره فيها الايج وفيها اللارفا، يبقى دي سترونجلويد. سترونجلويد ندخل بعد كده على الهتروفس. هتروفس الهتروفس تروفس دي بقى احنا كده خلصنا مين النيماتود، وهندخل على التريماتود. الهتروفس تروفس دي ظريفه قوي، قصتها ظريفه قوي. بتبدا منين؟ بتبدا بإج نزلت من الاستول او نزلت مع الاستول وبقت في السايل. بعد كده او نزلت ايه، لا الإج دي بقى ما بتنزلش في السايل، لا بتنزل في الميه، ومش اي ميه، ده البراكش ووتر. البراكش ووتر ده اللي هي الميه اللي مش مالحه. الميه اللي مش مالحه دي عارفين في الدلتا، دلتا النيل، البحيره المنزله والبرولس والحتت دي فيها الميه بتاعه البراكش ووتر دي. بتروح تنزل الاج المحترمه توصل للميه. في الميه هي مش نازله طول ما هي اج كده ما بتعملش حاجه، هي نازله تدور على سنيل او قوقع خاص بيها اسمه ايه؟ بايرينيلا كونيكا. القوقع الخاص بالهتروفس اسمه بايرينيلا كونيكا. الاج بتدور عليه، لقت القوقع دخلت فيه، او لقت السنين ودخلت فيه. بتمر بمراحل كده اخرهم السيركاريا. السيركاريا بدل وصلت للسيركاريا بتخرج من السنين. السيركاريا لها ديل، فبتبدا ان هي تعمل سويمنج كده في الميه وتدور على سمكة محترمة بتحبها تدخل فيه. ايه السمك اللي بيحبه السيركاريا؟ بيحب البوري والبلطي، صاحب مزاج بيحب البوري والبلطي، بينقي السمك اللي يدخل فيه. حضرتك هيوصل لك الكلام ده ازاي؟ انت عارف ان احنا بناكل السمك، طب اي سمك، اي سمك لو موجود في الكلام ده اتعدى بيه؟ اكيد لا.
السمك حضرتك بتحب الفسيخ، فقلت المنطق انا عاوز اكل فسيخ. فراحت جابت بوري محترم كده من عند عم ابو ياسر، وقامت راحت ايه ظبطته وحطت عليه الملح وقفلت عليه وظبطت الدنيا، وهي عارفه ان هو بيقعد وقت معين، بيقعد 14 يوم يتملح. انت حضرتك قلت لها لا انا خلاص ما عدتش قادر، بتتوحم عليه، فقلت لها انا محتاج ان انا اكل منه. الكلام ده بعد مثلا اسبوع، فطبعا هي ما قدرتش عليك، وانت رحت فتحت وكلت منه. انت لما كلت منه كانت انسيستد ميتا سيركاليا موجوده في قلب السمك، وما لحقتش ان هي التمليح بتاعه ما كانش جيد لدرجه ان هو يموتها. فانت لما كلته وهو ما تملحش كويس حضرتك اتعديت بيها، فاتعديت بيها بقى، وفضلت بقى ايه عملت لك شويه مشاكل كله يهون قصاد ايه ان انت كلت ايه فسيخ. فنعيد كلامنا كده، علشان كده الهيتروفيس تروفيس ده هي اسمها البارازايت بتاع الصيادين، لانه هو بيجي عشان دول اكتر ناس عايشين مع الميه وعايشين في الاماكن دي وبيصطادوا، وممكن يقعدوا في البحر بكام يوم وبياكلوا منه وايه وبياكلوا سمك كتير والكلام ده. يبقى قلنا ان اسمه ايه ده الاج وصلت للميه البراكيش ووتر، دخلت السنيل بتاعها اللي اسمه البايرينيلا كونيكا. السنيل كون شويه يعني ستيجز كده اخرهم السيركاريا، خرجت السيركاريا واللها ديل بتاعها، عامت بالديل بتاعها ده دورت على السمكه المحترمه اللي بتحبها بوري او البلطي. بعدين جوه التيشو بتاع السمكه كونت ايه انسيستد ميتا سيركاريا. انا لو اتعديت بالميتا سيركاريا بس او السيركاريا مش هيحصل لي حاجه، اهم حاجه تكون انسيستد ميتا سيركاريا متحوصله حواليها سيست. بعد كده حضرتك كلت البوري او البلطي، البوري في الفسيخ وما كنتش مملحه كويس، او البلطي او البوري لو انت ايه ما قلتهوش او ما شوتهوش بشكل كويس يعني، علشان تضمن ان انت قتلت الانسيستد ميتا سيركاريا او تخلصت منه. كلته وايه وتعديت بالانسيستد ميتا سيركاريا، يبقى مين عند الانفكتيف ستيج الانسيستد ميتا سيركاريا في الفيش ماسلز. الدياجنوستيك ستيج هتدخل جوه بقى وهيحصل لها اكسيستيشن، يعني هتطلع من السيست بتاعها الميتا سيركاريا دي، وهتتحول لأضلت في السمول انتستن وتنزل الاج بتاعها. يبقى الدياجنوستيك ستيج اج ان الستول. نشوف الكام صوره بتوعنا كده، دي الشكل الاج بتاعتها اللي هي الهيتروفيس تروفيس. شكل الهيتروفيس تروفيس شكلها مميز جدا، شوف هي شكلها كده شبه البير شيب، شبه الكمتراية اهي، مميزة جدا. ودي الاج بتاعها بيقولك ان هو بقى فيها اوبركيولم، اوبركيولم يعني حاجة زي غطا هنا، وعندها هنا هو نوب حاجة زي ايه نقطة كده في الاخر، يبقى هنا نوب وهنا في اوبركيولم، بس الاوبركيولم بتاعها ايه قافل. يبقى دي الهيتروفيس تروفيس اج. هشوف الاج صغيرة وعندها هنا هو نقطة وعندها هنا هو غطا، يبقى مين الهيتروفيس تروفيس. هناخد واحدة كمان شوية عندها برضو غطا، ودي مين القوقع بتاعها، وده مهم برضو بيجي في الامتحان ويسألك ده القوقع بتاع مين. لا اسمه ايه، اسمه بايرينيلا كونيكا. بايرينيلا كونيكا بتاع مين؟ بتاع الهيتروفيس هيتروفيس هيتروفيس هيتروفيس. دي صورة كده محترمة، واخدها منين؟ واخدها من الفش. يبقى الصورة دي واخدها من الفش، من التيشو بتاع الفش، عشان اشوف فيها الهيتروفيس انسيستد ميتا سيركاريا. انسيستد ميتا سيركاريا بتتكون فين؟ في الفش. تمام، فانا شايفها اهو اهو اهو، سوري. ده بالنسبة احنا كده خلصنا الايه الهيتروفيس هيتروفيس. يبقى دي الهيتروفيس هيتروفيس اهي، ودي الاج بتاعتها البايرينيلا كونيكا بتاعت الهيتروفيس وتروفيس، ودي مين الهيتروفيس انسيستد ميتا سيركاريا اللي موجودة في الفش. بعد كده هنتكلم على مين الهايمينو لبس نانا. هايمينو لبس نانا ده ها دورف تاب وورم، صغيرة من اسمها اصلا نانا يعني صغيرة، فهي سمولست تاب وورم اوف المان، هي اصغر تاب وورم في الانسان او بتصيب الانسان. احنا عارفين ان الهيمينولبس نانا من عيلة مين؟ من عيلة السيستود. السيستود دي كنا بنقول ان هي بتتكون من، بيبقى شكلها مميز كده، بتتكون من ايه؟ من سكولكس ومن
ثلاثة سيجمنت، اماتيور وماتيور وجريفيت سيجمنت. يبقى بتتكون من سكوليكس، سكوليكس اللي هي الراس بتاعها، والسكوليكس السكوليكس بتاعها ده هو كان بيبقى فيه حاجات شويه حاجات كده زي الروستيلم، الروستيلم اللي هي راسها من فوق كده، ويبقى فيها عندنا هنا اهو سكرز. فين اللون مش باين؟ يبقى بيبقى عندنا هنا اهو ده السكوليكس الراس بتاعتها، بيبقى عندنا هنا اهو الروستيلم، بيبقى عندنا هنا شويه حاجات كده اهو نازله، دي بيبقى الهوكس، وبقى عندنا هنا اهو ايه السكرز، بيبقوا اربعة سكرز اتنين كده واتنين ورا. يبقى دي الراس بتاعت مين؟ بتاعت السيستول. احنا عندنا ما عندناش الا واحدة بس سيستول في المنهى، اللي هي مين؟ الهايمينو لبسنان، دي السكوليكس بتاعها. ده الجريفيت سيجمنت، احنا قلنا بقى عندها تلاتة سيجمنت، اماتيور وماتيور وجريفيت. الجريفيت سيجمنت بيتميز بايه؟ ان هو فيه تلاتة تستس وفي واحد اوفري في النص بتاعهم كده، يبقى تلاتة تستس والاوفري في النص، تلاتة تستس وواحد اوفري. ده بالنسبة لمين؟ ده الجريفيت سيجمنت اوف الهايمينو لب سنان. يبقى اول ما تجيلك الصورة هتفتكر ان دي حاجة من حاجات السيستود. عندنا كام سيستود في المنهج؟ واحدة بس، الهايمينو لب سنان، هايمينو لب سنان. يبقى دي الايه سكوليكس بتاعها، دي الجريفيت سيجمنت بتاعها. جريفيت سيجمنت لانها اصلا زي ما انت شايف متقسمة ايه يعني اجزاء كده، ودي الايه الايدج بتاعتها. طب نقول كده حكاية الهايمينو لب سنانة، احنا قلنا ان هي smallest tapeworm of المان. الهايمينو لب سنانة ده هي الوحيدة اللي ممكن المان فيها يبقى definitive و intermediate host. definitive و intermediate host ليه؟ انا ممكن اتعادى ازاي اصلا؟ لاما اكل طعام ملوث بالاج، لاما ان انا في حشرة او انسكت معين متصاب بالهايمينو لب سنانة وناكل الحشرة دي بالجزء اللي هي مكوناه. يبقى لاما اخد contaminated فور او الووتر بالاجز، لاما swallowing of infected insects، كلت حشرة، الحشرة دي غالبا بتبقى الفليه. طب انت ما بتاكلش حشرات؟ لا، انت ممكن تاكل حشره وانت مش واخد بال، اكيد يعني مش هتاكل حشرات. ممكن مثلا انت جايب عيش كده محترم والعيش ده كان فيه حته فليه كده، فانت قمت رايح ايه واكلها وما خدتش بالك. بيبقى في الفليه بيبقى فيه ايه الاستيج اللي اسمه سيستي سيركويد، سيستي سيركويد. فانت ممكن تاكل كونتامينيتد فور او الوتر بالاج بشكل صريح، لاما تاكل انفكتد انسكتس زي مثلا الفلي اللي بيبقى انفكت بايه بالسيستي سيركوي. يبقى الانفكتيف ستيج عندنا الهايمين ولب سنانه اج وسيستي سيركويد اللي بيبقى جوه الفلي. الدايجنوستيك ستيج بتاعتها هاخدها هاكلها ومش عارفه ايه، وهيحصل عندي كل الخطوات، وفي الاخر هيعضلت عندي في السمول انتستين. بعد كده هقوم رايح وصل للسمول انتستين هيطلع الاج، والاج هتوصل لي الستول، هتخرج مع الستول، ممكن ان انا اخد الستول واعمل له ايه دايجنوستيك ستيج. يبقى دايجنوستيك ستيج بالنسبه لي يبقى الاج دايجنوستيك ستيج، وكمان جريفيت سيجمنت. ممكن سيجمنتس كده عشان هي كتير قوي، ممكن ان هي يخرج جريفيت سيجمنت ايه يعني يطلع لي مثلا واحده زي دي كده تخرج، مثلا ممكن يطلع لي حته منها، فكل الحاجات دي هتبقى دايجنوستيك ستيج. الهايمينو لب سنانة اج بيبقى شكلها مميز عن اللي احنا خدناه قبل كده، ان هي مدورة اهي زي ما انت شايف وفيها بني في النص. يبقى هتحفظها ان هي مدورة وفيها ايه بني في النص، او مدورة وفيها دايرة صغيرة في النص. دي الهايمينو لب سنانة، هايمينو لب سنانة. طب انا قلت ان بيبقى باكل الانسكت وبيبقى معدي بالسيستي سيركويد، دي الايه السيستي سيركويد اللي بتبقى موجوده، او ده الستيج اللي بيبقى موجود في مين؟ بيبقى موجود في الانسكت ده. وخد بالك ان هي شوف شكلها كبير شويه، علشان لما نيجي الوقت السيستي البتاع ده بتاع الشيستوسوما ما تتلخبطش ما بين الهايمين ولب سنانه والسيستي سيركويد واللي احنا هنشوفه هناك. يبقى نعيد تاني الاشكال بتاعتها، ده السكوليكس، السكوليكس شكله مميز، السكوليكس بتاع الهايمينو لب سنان.
وده جريفيت سيجمنت، وده الايدج بتاع الهايمين وليب سنانه مدور في قلبها حاجه في النص، ودي الايه السيستي سيركوي. كده خلصنا الهايمين وليب سنانه. ندخل بقى على التلاتة بروتوزو. تلاتة بروتوزو عندنا منهم الانتاميبا هيستوليتيكا اول واحده، وبعدين الجياردية، وبعدين الكريبتو اسبوريديا. التلاتة دول سهلين قوي لانهم كلهم بيتكلموا على ايه، اتنين بس يعني اللايف سايكل بتاعهم حاجتين بس، تروفوزايت بيتحول لسيست وسيست بيتحول لتروفوزايت، ما فيش اكتر من كده. البروتوزوا دي مريحه قوي في التعامل، هي ايه سيست تروفوزايت سيست تروفوزايت. بتبدا الواحد بيتعدى بايه، ايه الانفكتيف ستيج، بيتعدى بحاجه اسمها ماتيور كوادري نيوكليتد سيست. السيست عندي بيتكون سيست كده لو فيها نيوكلياي واحده بتبقى اماتيور، فيها اتنين نيوكلياي تبقى اماتيور، فيها اربعة نيوكلياي تبقى دي ايه بقت ماتيور كوادري نيوكلياتد سيست. يعني سيست فيها اربعة نيوكلياي ماتيور كوادري او فور نيوكلياتد سيست، دي الانفكتف ستيج. هتدخل الانفكتف ستيج طبعا هي لازم تدخل سيست، لان لو دخلت تروفوزويت ما بتعيش، ما بتقدرش ان هي تعدي من السيكريشنز بتاع الجي اي تي وهي سليمة، انما السيست بيستحمل لحد ما يوصل للمكان بتاعه، وبعد كده يحصل ايه اكزيستيشن، يطلع من السيست بتاعه ويبدا يعمل اللي هو عاوزه. بتتحول في الانتستين لايه تروفوزايت، وبعد كده التروفوزايت يفضل عايش لحد ما يجي ينزل. ايه اللي هينزل؟ يجي يحس بالخطر وخلاص قرب ينزل اهو، يقوم رايح متحول لسيست علشان السيست يقدر يعيش في السويل. يبقى التروفوزايت ده سهل كده ان هو يموت باي حاجه، فلازم عشان ينزل ينزل ايه تروفوزايت، ايه ينزل سيست. ولكن لو واحد مثلا عنده دياريه شديده فما بتقدرش او ما بتلحقش التروفوزايت تتحول لسيست، فممكن الاقي كمان شويه كده في الستول الاقي فيهم سيست، الاقي فيهم تروفوزايت. يبقى الانفكتيف ستيج لازم تكون ماتري ماتيور كوانري نيوكليتد سيست، لازم يكون فيها اربعة نيوكليا عشان تبقى ايه اكتف او تبقى ماتيور. دايجنوستيك ستيج السيست اهم حاجه، وبعد كده تروفوزايت في حالات مثلا لو الواحد عنده دايريا. نشوف شكلهم بقى، دي التروفوزايت بتاع مين، عامله شبه البيضه، هي شبه على فكره الهيتروفيس اللي احنا شفناها من شويه، بس التانية يعني هي شبه البير شيبد برضو، ولكن التانية كانت واقفه وكان لونها احمر وهتيجي بشكلها كده، دي نايمه ولونها ايه تقريبا زي بيربل كده او حاجه زي كده، وفيها هنا دايره واحده انما التانية كان فيها حاجات كده تحت. يبقى دي مين انتاميبا تروفوزاي، انتاميبا تروفوزاي دي الايه السيست، دي السيست الاقي فيها اهو اتنين نيوكلياي او اربعة اكيد فيه بس احنا مش شايفينهم، يبقى دي السيست. السيست اهو دول مين، السيست بتاعت الانتاميبا، سيست اوف الانتاميبا. ما تلخبطش في صوره الايه التروفوزويد بتاع الانتاميبا، هنشوف الوقت بتاع الجياردية وبيبقى مختلف تماما عنه. ده بالنسبه للانتاميبا. الانتاميبا طبعا بتعمل حاجات كتير قوي، بتعمل الاميبك ديسنتري بيبقى مهم، بتعمل كمان الهيباتيك اميبيزس، تعمل انتستينال اميبيزس، بتعمل حاجات كتير الانتاميبا، تعمل كمان شوكليت براون سبيوتم، من الحاجات المشهوره قوي وفعلا ان انت ممكن تشوفها على ارض الواقع الشوكليت براون سبيوتم. كان في صوره قابلتني وانا كده موجوده في الفيس، يعني واحد بيقول ان هو الطفله دي عندها شويه اعراض من ضمنهم منزل يعني السبيوتم بتاعها، وبيقول ايه طبعا بيبدا البوست بعذرا على بشاعه المنظر، طب انت بدل هو بشع بتنزله لنا ليه. المهم يعني لقيته منزل طبعا استغفر الله، كان يعني منزل سبيوتم وايه ولونه بني، فايه دي طبعا انتاميبا هيستوريتيك. الاهم يعني اهم ميديا او اهم دايجنوزيس اكزامينيشن بيبقى الروبينسون ميديم. الروبينسون ميديم دي اهم ميديا بعمل من عليها دايجنوزيس للانتاميبا، الروبينسون ميديم. كده بالنسبه لمين، للانتاميبا. ندخل في اللي شكلها بقى الجياردية. شوف نفس الانفكتيف ستيج والدايجنوستيك ستيج،
ماتيور كوادري نيوكليتد سيست دايجنوستيك سيست وتروفوزويت، نفس الكلام اللي قلناه على هناك، بيتحول من سيست لتروفوزويت ومن تروفوزويت لسيست. بتنزل السيست في الستول، ولكن في حالات الدايريه ما بتلحقش تكون سيست فبينزل التروفوزويت زي ما هو. طبعا الجيارديا الجياردية تروفوزويت شكله مشهور جدا ان هو عنده 4 بير من الاربع بير من الفلاجيلا الناحية دي والناحية دي، هو ظاهر بس هنا 3 ناحية اليمين واربعة ناحية الشمال، بس هو 4 بيرز وفي الفلاجيلا بيبقى كمان سمايل فيس، فده عمرك ما هتتلخبط فيه اصلا، ده شكله مميز جدا بتاع الجياردية، وانت مش هتلخبط فيه بس وقتها مش هتفتكر هو ده بتاع الانتاميبا ولا الجياردية ولا بتاع كريبتوس بروديا، وهتقعد تفتكر حاجات غريبة. يبقى اللي شكله سمايل فيس ده هو بتاع مين؟ الجياردية. الجياردية الجياردية في كمان ايه 4 بير من الفلاجيل، 4 بير اوف الفلاجيل بتعديني بايه؟ ماتيور كوادري نيوكليتد سيست، ماتيور كوادري نيوكليتد سيست. مسؤولة كمان عن حاجة اسمها استياتورية. استياتورية دي اللي هي يعني مهمة في النظر اكتر، وكمان الدياجنوز بتاعها اهم حاجة الاوفنسيف اودر. اوفنسيف اودر ريحة مشهورة للستول تبقى موجودة مع الدياجنوز بتاع الجياردية، بتيجي في وسط كيس كده ويقول لك ايه اوفنسيف اودر عشان تعرف ان هي الجياردية. كمان بعمل لها سترينج تيست. سترينج تيست ده حاجة بلزقها كده، ممكن انت تبحث لان نسيت اجيب صورة له، تبحث كده عن السترينج تيست. انت بتحط كبسولة في خيط وتلزق الخيط ده في الشيكس بتاعة العيان وتدخل الكبسولة، يبلع الكبسولة وهي ماسكة في الخيط. بعد ما بتمسك في الخيط بعد قصدي ما ببلعها وهي ماسكة في الخيط بتسيبها كام ساعة وبعد كده تشدها. لو في اي حاجة، لو في مثلا الجياردية او كده، هتمسك عليها وايه وهعمل لها اكزامينيشن وهشوفها. دي طريقة يعني لتشخيص مين؟ الجياردية. يبقى دي الجياردية تروفوزويت، ده الجياردية سيست بقى برضو شكلها مشهور قوي الجياردية. يبقى جياردية سيست وجياردية مين؟ تروفوزويت. جياردية تروفوزويت شكلها شبه السمايل فيس والفلاجيلا بتاعتها مميزة، وهنا الجياردية سيست برضو فيها عنينة هون وفيها رجلين وفيها شبه الراجل اللي كنت بترسمه انت ايام زمان، فاكره؟ ايوه بالظبط هو ده. يبقى دي مين؟ الجياردية. جياردية تروفوزويت وجياردية سيست. انا بحاول ان انتوا تقفوا شويه قدام السلايد علشان فعلا تسهل عليكم، اتعمنتوا بصوا لها كده وتبحلقوا في الصوره علشان تفتكروها. كريبتوس بروديام اخر واحده من البروتوزوا اللي هي مين؟ الكريبتو اسبروديام. الكريبتوس بروديام ده بيقول لك ان هي بتعديني بالاوسيست، والدياجنوستيك ستيج برده بتاعها اوسيست. بيبقى شكلها ايه؟ ما فيش عندنا الا سلايد واحده ليها اللي هي البتاع ده، اهي بتبقى بتاع كده عامل زي ايه دوائر كده بينك في خلفيه خضراء. الخلفيه الخضراء ده نتيجه ان هي مسبوغه بالموديفايد زيلنيلسون ستين، بتظهر في شكل لون الريد، او هي هنا مش ريد قوي، في خلفيه بيل جرين باك جراوند. يبقى هي لون كده في خلفية خضرة، لون سواء احمر بقى بيربل اي لون اللي انت شايفه. اهم حاجة شكلها مميز في ان هي ايه حواليها البيربل الجرين او البيل جرين باك جراوند. ليه؟ عشان هي اتصبغت بموديفايد زيلنيلسون ستين. وده السؤال الثالث اللي جه في اللي من كونتينيوس برضو، وقال لك هو مين اللي بتصبغ بالموديفايد زيلنيلسون ستين. كمان بتعمل لها برضو اللي هو سترينج تيست اللي احنا قلناه، بتلزق الكبسولة او بتلزق الخيط في الشيكس بتاعة العيان وتنزل الكبسولة، وهي بقى تروح لو مسكت اي حاجة وعملت لها اكزامينيشن تقدر تعرف منها هي كريبتوس بروديا موجودة ولا لا. دي طبعا بتعمل دايرية جامدة جدا للكريبتوس بروديا، دي ممكن توصل ل 25 مرة في اليوم. 25 مرة في اليوم دايرية. مين اللي بيعملها؟ كريبتو اسبوريا. دول بالنسبة للبروتوزو. ناخد اخر اتنين عندنا بقى اللي هي الفاشيولة. اول واحدة فيهم الفاشيولة، فاشيولة جايجانتيكا. احنا عندنا اتنين نوعين من الفاشيولة، واحدة اسمها جايجانتيكا وواحدة اسمها هيباتيكا. بتاعت الانسان اسمها ايه؟ فاشيولة جايجانتيكا. دي مشهورة اول فاشيولة جايجانتيكا وموجودة في دول كتير. الانفكتيف ستيج بتاعها بيكون
الايه انسيستد ميتا سيركاريا. ايه الانسيستد ميتا سيركاريا ده؟ اهو اول حاجه اج نزلت من البيشنت او من واحد عنده العدوى في الصويل. بعد كده الاج دي هتبقى حامل، هيبقى فيها، هتبقى امبريونيتد اج. الامبريونيتد اج ده طبعا احنا دلوقتي نزلت وصلت للمي، اتحولت من اج لامبريونيتد اج. الامبريونيتد اج ده هتتحول لايه؟ ميراسيديم. الميراسيديم ده هي اج بس اتحولت ل حاجه كده لها عامله شبه الديول كده، او شبه يعني حاجات بتساعدها في ان هي تتحرك في الميه. بتتحرك في الميه بواسطه البتاع اللي انا بقولك عليه اللي حوالين الاج دي. بتتحرك ليه؟ علشان تدور على السنيل بتاعها. ودخلت السنيل بتاعها هتتحول برضو لايه؟ لسيركاريا. تخرج السيركاريا زي ما احنا عارفين من قبل كده ان هي لها ديل. خرجت من السيركاريا اي او خرجت من السنيل في شكل سيركاريا. السيركاريا ده هتروح موجودة في المية الوقت. انا خدت المية اللي موجود فيها السيركاريا اللي كونت لي بقى عملت حويصلة حواليها، تحوصلت وكونت لي انسيستد ميتا سيركاريا، وبدأت ان انا ارش بيها الزرع او الخضار. جيت انت حضرتك خدت الخضار ده وما غسلتوش زي الناس اللي بتاكل الخضار اصلا مش مغسول، او انت يعني ما غسلتوش كويس وكان في انسيستد ميتا سيركاريا وبدات تاكل الخضار من غير غسيل، بدات ان هي تدخل، هتوصل بقى برضو للانتستين وتبدا ان هي تعمل ايه الاعراض بتاعتها. ولكن في حاجه مهمه، ان الاعراض ما بتظهرش، او الاجز الاول الاجز ما بتظهرش في الاستول غير بعد 3 لـ4 شهور. 3 لـ4 شهور يعني انت النهاردة كلت مثلا خضار في انسيستد ميتا سيركاريا، مش هتبدأ الاعراض تظهر او الاجز تظهر في الاستول غير بعد 3 شهور. ممكن بقى ان انا لو انا عاوز بقى انت شاكك ان هي عندك، ممكن تعمل السيرولوجي. ده طبعا بيبدأ من اول ما بتدخل ايه البرازيت، ما بيدخل الجسم. ده بالنسبه للايه فشوله. الفشوله قلنا الانفكتيف ستيج انسيستد ميتا سيركاريا موجوده في فريش ووتر اند الانوجد رو فيجيتابل، ما غسلتهوش كويس الخضار. الدايجنوستيك ستيج تنزل الاستول مع ايه الاج مع الاستول. شكلها الفشوله جايجانتيكا. الفشوله من الحاجات اللي انت ممكن تشوفها بعينك، ممكن لو هما جايبينها لك كده ممكن انت تشوفها وبقى شكلها واضح جدا شبه اللي انت شايفها ده. عشان كده هي اصلا بتتسمى لارج ليفر فلوك. ليفر فلوك لان هي بتعيش في الليفر اصلا، وهي من الحاجات اللي هي بتعملها مشاكل في الليفر. ولارج لانها كبيره، يبقى لانها كبيره. يبقى طب هفرق ازاي ما بين الفشوله جايجانتيكا والفشوله هيباتيكا؟ في الشكل الجايجانتيكا هي الاكبر، هي الاطول، يبقى دي الجايجانتيكا. انما الصغيره دي اصغر شويه هي الهيباتيكا، يبقى هما الاثنين مش شبه بعض ابدا. دي الجايجانتيكا الطويله، انما اللي هي شكلها كده مين؟ الهيباتيكا. الهيباتيكا ده بتصيب الشيب، بتصيب الشيب. طب الفشوله اج بقى، الفشوله اج دي عباره عن اج عاديه خالص، ولكن فيها حاجه مميزه، الاوبركيولوم اللي مفتوح، الغطاء بتاعها اللي مفتوح ده بيبقى ايه؟ فشوله اج. يبقى الفشوله اج فيها غطاء مفتوح، غطاء مفتوح. كنا اخدنا بتاع الهيتروفيس، هيتروفيس من شويه ولكن ما كانش مفتوح، وقلنا ان كان فيه نوب في الاخر كده. يبقى لو شفت غطاء مفتوح يبقى بتاع مين؟ بتاع الفشوله اج، فيها اوبركيولوم. فيها كمان السنيل بتاعها مش مهم قوي زي بتاع الهيتروفيس، بس احنا نعرف اسمه برضو، لايمينيا كالويدي. ده مين؟ السنيل بتاع الفشوله جايجانتيكا. وده مين؟ ده الفشوله سيركاريا اللي احنا قلنا لها ديل وبتتحرك في الميه علشان تدور على مين؟ على علشان تدخل بقى، هرش بيها الزرع وتبدا ان هي تدخل لايه؟ للانسان. بتعوم بالديل بتاعها ده في المي. يبقى الشكل ده بتاع الفشوله سيركاريا،
فاشيولا سيركاديا، مش هتتلخبط فيه وما بين ما بينه وما بين بتاع الشيستوزوما، لان الشيستوزوما بتاعها ايه فيركو سيركاريا، يعني ما في فركة تيل كده، في ايه التيل بتاعها مقسوم شويه، انما هنا لا ده هو التيل على بعض اهو، يبقى ده الفاشيولا سيركاريا، فاشيولا سيركاريا تمام. دي الفاشيولا انسيستد ميتا سيركاريا، لو خدتها كده هلاقيها ايه انسيستد ميتا سيركاريا، انسيستد ميتا سيركاريا، انسيستد ميتا سيركاريا موجودة على البلانت، تبقى موجودة فين على الزرع. يبقى نعيد كمان الصور مرة كده، دي الفاشيولا جيجانتيكا الطويلة الطويلة، وبعد كده الفاشيولا هيباتيكا، الفاشيولا هيباتيكا، وبعدين الفاشيولا ايج هعرفها من الاوبركيولم اللي مفتوح، اللايمينيا كالويدي اللي هو السنين، وده مختلف تماما زي ما قلنا عن بتاع الهيتروفيس، وده الفاشيولا سيركاريا، ودي مين الفاشيولا انسيستد ميتا سيركاريا المتحوصلة. ندخل بقى على الشيستوسوما، اخر سلايد معانا الشيستوسوما مانسوناي. احنا عارفين ان احنا عندنا اربع انواع من الشيستوسوما، اي تلات انواع من الشيستوسوما، مش عارفه انا زودتهم امتى. التلات انواع كانوا الشيستوسوما هيماتوبيوم، الشيستوسوما مانسوناي، الشيستوسوما جابونيكوم. واخدنا الشيستوسوما هيماتوبيوم السنه اللي فاتت واحنا بناخد اليوريناري سيستم، هناخد النهارده الشيستوسوما مانسوناي لان دي اللي بتصيب الجي اي تي، مش هناخد الشيستوسوما جابونيكوم لانها مش موجوده عندنا هنا في مصر. يبقى الشيستوسوما مانسوناي، الشيستوسوما مانسوناي ايه حكايتها؟ حكايتها ببساطه اج وصلت للمية، اج نازله مع الاسطول ووصلت للمية. الاج لما بتوصل للمية تحول لميراسيديا، الميراسيديا ده اهي هتروح تدور على سنيل معين خاص بالشيستوسوما، تدخل جوه السنيل وتتحول لسيركاريا، تطلع سيركاريا من السنيل. السيركاريا بتبقى بقى بتاعتها مميزه ان هي فيركو سيركس سيركاري، فيركو سيركس سيركاري، فيركو سيركس او فوركد سيركاريا يعني مقسومه فيها فوركيشن، فيها اسمه كده في اخرها. لما بتيجي تدخل بقى هي بتدخل ازاي لجسم الانسان؟ تعمل بينتريشن، بينتريشن بتدخل للسكين بتاع الانسان، هي موجوده الوقت في الميه، حضرتك ماشي في الميه بتعمل اي حاجه في الميه وانتش واخد الحمايه بتاعتك، فبتقوم راح عامله بينتريشن للسكين، وهي بتدخل بدماغها وبتقوم سايبه ديلها ده بره خلاص ما عدتش محتاجاه، منتهى الندالة، تقوم داخله بدماغها، ده بيدخل جوه السكن وده بايه بتقطع بره خلاص. انت ممكن تمنع على فكرة ان ده يحصل، ان انت من اول ما بتطلع من المية تنشف، لان هي بتبقى محتاجة شوية مية على جلدك علشان هي تقدر ان هي تعمل بيها بنتريشن، او ممكن وانت نازل اصلا تلبس حاجة تحمي جلدك ان هو يبقى باين للمية. يبقى الانفكتيف ستيج فيركو سيركس سيركاريا، فيركو سيركس وعرفنا منين؟ لانها ايه فيها فوركت كده تيل في الفريش ووتر. الدايجنوستيك ستيج طبعا دي مش موجوده في ميه البحر اللي احنا بننزل فيها البحر، لا دي موجوده مثلا في الترع في الانهار كده يعني. الدايجنوستيك ستيج ايج ان السول زي ما قلنا ايه الايج وصلت للميه، يبقى دي الايه الدايجنوستيك ستيج، اخد الايج من السول وابحث عنه. الصور بتاعت بقى الشيستوسوما، اول واحده احنا عارفين ان الشيستوسوما ده من عيله التريماتود، ولكن كانت هي الوحيده من عيله التريماتود ان هي ايه مش هيرمافرودايت، لا كانت يونيسيكشوال، فيها الميل والفيميل، ميل وفيميل. الميل والفيميل مشهورين قوي ان الميل بياخد الفيميل في الكنال بتاعته ده وبيمشي فيها عكس ايه عكس اتجاه البلاند. يبقى الصوره ده بتاعه الشيستوسوما دي فيميل ودي ميل، فيميل وميل، الفيميل بتركب جوه ايه الميل. يبقى اول ما اشوف الصوره دي هعرف على طول ان هي الشيستوسوما على فكره، وبما اننا ما خدناش الجابونيكوم ولا الهيماتوبيوم بالترميدا يبقى هي ايه شيستوسوما مانسوناي. الاج بتاعت الاسطول بقى مميزه جدا بشكلها، مميزه جدا، شبه ما اخدنا المره اللي فاتت ان الشيستوسوما هيماتوبيوم كانت تيرمينال
سباين عندها تيرمينال سباين. النهارده بقول لك ان شيتسوما هي منسوناي عندها لاترال سباين، لاترال سباين عند الجنب كده. الايج بتاعتها مميزه، عمرها ما تتلخبط معاك مع اي ايج قبل كده. الايجز اللي فاتت كانت ايه، صغيره كلها وشبه بعض او مدوره ومش عارفه ايه، انما دي اللي فيها لاترال سباين بتاعت مين؟ الشيستوسوما مانسوناي. بعدين عندنا هنا بقى السيركاريا اللي احنا عارفينها، الفيركو سيركس سيركاريا. اهم كلمه فيركو سيركس سيركاريا، فيركو سيركس ايه؟ سيركاريا. يبقى دي الشيستوسوما هيماتوب ايه، الشيستوسوما مانسوناي الميل والفيميل كوبيول، وهنا الشيستوسوما مانسوناي ايج، وهنا مين؟ الفيركو سيركس سيركاريا. نراجع بسرعه، انا عارفه انتوا زهقتوا مني بس معلش نراجع مع بعض بس سريع كده على اشكال الحاجات. دي كانت مين؟ الاسكارز ميل وفيميل. دي كانت مين؟ الفيرتلايزد ايج بتاعه الاسكارز. دي كانت مين؟ معهاش ماميليشن، يبقى مين؟ الديكورتيكيت، الديكورتيكيت. دي كانت مين؟ الطويله وعليها ماميليشن اللي هي كانت الايج بتاعه الانفيرتلايزد. الانتروبيوس فيرميكولاريز ديلها متني ميل بتاع الانتروبيوس. دبوسيه بين وورم هي مين؟ الانتروبيوس فيميل. هنا انتروبيوس انتيريور اند عشان فيها تو وينجز، فيها جناحين كده في الجنب بتاع الانتروبيوس. الايج بتاعه الانتروبيوس اللي كان عليها ستيكي ستيكي لاير. بعدين الانكلستوما ديودينال، الانكلستوما انتيريور اند اللي فيها البقل اهو، ودي الانكلستوما ايج اللي كان فيها اماتيور اوفا. السترونج لويد ستيركوراليز فيها ايج شكلها كده، تحسوها كده شبه فيها شكل مميز، وايه الايج موجوده معاها في السلايد، يبقى دي مين؟ سترونج لويد ايج وي لارفا. الهيتروفيس تروفيس، البايرينيلا كونيكا شكل السنيل مهم قوي. الايج بتاعت البايرين بتاعت مين؟ الايج بتاعت الهيتروفيس تروفيس اللي قلنا فيها نوب في الاخر هنا اهو، وقلنا فيها مين؟ الاوبركيولام. الهيتروفيس تروفيس اللي احنا عمرنا ما هننساها اللي شكلها بير شيفد اللي فيها حاجات كده بني وحاجات بينك، دي الهيتروفيس تروفيس. وبعدين دي الانسيستد ميتا سيركاريا اللي موجوده في التيشو بتاع الفش. الهايمينو ليب سنانة قلنا الوحيده اللي من عائله السيستود، فيها سكولكس الراس بتاعتها، فيها جريفيد سيجمنتس، فيها الايج بتاعتها مدوره وفيها بتاع بني كده، وفيها مين؟ سيستي سيركويد. سيستي سيركويد اللي كانت بتبقى موجوده في الفليز او في الانسكت. الانتروبيوس هيستوليتيكا خلاص احنا عارفين ان ده التروفوزويت، شايف شبه الكمتريه المقلوبه على جنبها، وده مين؟ السيست بتاع الانتاميبا هيستوليتيكا. الجياردية مميزة زي ما قلنا، السمايل فيس، الاربعة بير فلاجيلا، ودي الجياردية ايه؟ تحسها بصلنا بقرف كده، الجياردية مين؟ سيست. الكريبتوس بروديم الاوسيست اللي خلفيتها خضرة. الفاشيولة بقى جايجانتيكا اللي هي الكبيرة الطويلة والقصيرة شوية هيباتيكا. الفاشيولا ايج الغطا مفتوح يبقى الفاشيولا ايج. اللايمينيا كالويدي اللي هو السنيل بتاع الفاشيولا. الفاشيولا سيركاريا اللي دلها مش مقسوم، انسيستد ميتا سيركاريا. بعد كده اخر حاجه الشيستوسوما، وده قلنا الشيستوسوما كوبيول، وهنا قلنا اللاترال سباين بتاع الايج، وقلنا مين هنا؟ الفيركو سيركس سيركاري. شيستوسوما فيركو سيركس سيركاري. بكده نكون خلصنا اللي هو السكشن الاول في البارا، ان شاء الله بكره نكمل السكشن الثاني. يا رب تكونوا استفدتوا اي حاجه وما اكونش طولته عليكم، بس والله حاولت يعني ايه نراجع مع بعض كده.